مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقات تتوالى على أرضية هذا الميدان وشوط الختام. أما انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه هذا الشوط الخاص بالزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. هنا نذكر بأن الواحدة والنصف هو موعد انطلاقتي، هنا ثنايا أصحاب السمو الشيوخ إن شاء الله. الواحدة والنصف إذن هو موعدنا معكم إن شاء الله، أسير معكم هنا بهذه الانطلاقة، نتابع هذه التحديات، نتابع هنا المسيرة، نتابع الصدارة والمقدمة والمركز الأول، ومن يفتتح الصدارة والمركز الأول هنا يأتينا هذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. حبيب السالم بن محمد بثم العامري من يفتتح الصدارة والمركز الأول، بينما يأتي مياس على ثاني المراكز ناصر بن حمد بن قناص العامري، وعلى المركز الثالث دخان لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين، من قدم لنا جميلة أيضا بأدائه المميز. يأتي بدخان في هذا الشوط مع انتاج والمنتجين القادم في هذه اللحظات، وهنا يأتينا الأسد محمد بن صالح بن خريده المنصوري قادم بهذه الانطلاق، وعلى المركز الخامس هنا القادم أيضا بهذا التحدي الجميل. هناك طلوع لسالم بن حمد بن قذوة العامري يأتينا خامسا، وسادس المراكز ملبي لمبارك بن السهيل بن حمد بن يطبع العامري، وعلى المركز السابع هنا حبوب القادم علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، من يقدم لنا حبوب على المركز السابع. المركز الثامن هنا المنطلق بهذه اللحظات موادع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي، من ينطلق بموادع بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة. المركز التاسع، تاسع المراكز والقادم هنا على تاسع المراكز ملهي هنا الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، من يأتينا تاسعا، وعلى المركز العاشر هنا وقاد لمبارك بن راشد بن محمد، هنا أيضا بن سبت الأخيري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة، وأسامي أيضا خلف المراكز العشرة الأولى تتواجد بهذا الانطلاق الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا، والمنطلق حبيب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسالم بن محمد بثم العامري، من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المنطلق. نتابع المركز الثاني، ومياس من يأتينا على المركز الثاني، ناصر بن حمد بن قناص العامري من يأتي على ثاني المراكز، والمركز الثالث إدخان المتواجد على ثالث المراكز هنا بهذه الانطلاقة، منصور بن محمد بن منصور أرسيف الخيارين منطلقا على ثاني ثالث المراكز، والمركز الرابع طلوع سالم بن حمد بن قذوة العامري من يأتي على رابع المراكز، وحبوب القادم هنا علي بن راشد بن مفتاح الشامسي من يأتينا على المركز الخامس،
سادس المراكز. هناك ملبي المبارك بن السيل بن حمد بن يطبع العامري من ياتي بملبي هنا على المركز السادس هذه اللحظات. سابع المراكز الاسد محمد بن صالح بن خريده المنصوري من ياتي هنا هذه الانطلاقه على سابع المراكز. والمركز الثامن بدات الاسماء ريبال القادم عبد الله بن حمد بن نصرة العامري من يقدم لنا ريبال هذه الانطلاقة وتحديات الوصول من هنا. الصايل القادم هنا العثة بالخزع بالعثة العامري من ياتينا هنا بهذه الانطلاقة قدوم من وشام. وصل وشام هنا في هذه اللحظات. عبد الله بن الطير بن سهيل العامري من يقدم لنا وشام في الانطلاقات والتحديات الجميلة. القادم هنا موادع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي من ياتينا. ها هي العشرة الأسماء الأولى المنطلقة وتابعنا الأسماء التي تتدخل في هذه المسيرة. نتابع هناك الصدارة والمقدمة والمركز الأول لا زال حبيب على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول منطلقا بصدارة هذا الشوط. سالم بن محمد بوثم العامري المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من بداية الانطلاقة وهو على صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني مياس هنا بشعار ناصر بن حمد بن قناص العامري من ياتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث حبوب علي بن راشد بن مفتاح الشامسي من يقدم حبوب على المركز الثالث. أو شام القادم على المركز الرابع ولكن أرد خان يتدخل من الجانب الثاني. منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين وشام هنا لعبد الله بن الطير هنا بن السيل العامري. وهناك المنطلق ملبي مبارك بن السيل بن حمد بن يطبع العامري من ياتينا سادسا. وعلى المركز السابع الصايل العثة بالخزع بالعثة العامري من يقدم لنا الصايل سابعا. وعلى المركز الثامن الأسد هنا بشعار مبارك أيضا بن خريد المنصوري من يأتينا بهذه الانطلاقة. محمد بن صالح بن خريد المنصوري المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. هنا القدوم هنا القادم في هذه اللحظات هو المنطلق شعاري بن نصرة هنا مع ريبال عبد الله بن حمد بن نصرة العامري. واول نداء هنا ياتي الغزاب سالم بن حمود بن راشد العويسي من يقدمه. اول نداء في هذه اللحظات. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى لنا عودة بعد المراكز العشرة الأولى والأسامي القادمة أيضا خلف العشرة. لا زالت أسامي تتواجد في هذه المسيرة ولكن حبيب على الصدارة حبيب على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يسيطر على زمام الأمور حبيب هنا لسالم بن محمد بوثم العامري المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني دخان منصور بن محمد بن منصور أرسيف الخيارين من يأتينا على ثاني المراكز. والمركز الثالث مياس ناصر بن حمد بن قناص العامري. ومن الجانب الآخر ملبي مبارك بن السهيل بن حمد بن يطبع العامري مع ملبي هنا يأتينا رابعا. حبوب على المركز الخامس هنا علي بن راهد بن مفتاح الشامسي. والمركز السادس هو المنطلق هنا الصايل العثة بالخزع بالعثة العامري. ووشام هنا عبد الله بن الطير بن السيل العامري من ياتي بوشام بعد الثنين كيلومترات. هو ريبال المنطلق عبد الله بن محمد بن نصرة العامري. وتاسع المراكز ياتي الغزال سالم بن حمود بن راشد
العويسي والمركز العاشر الأسد هنا بانطلاقة محمد بن صالح بن خريده المنصوري. هذه هي النتيجة، النتيجة للمراكز الأولى. الله الله، بدأت التحديات، بدأت الأسماء بعد الثنين كيلومترات، بدأت الأسامي أيضا تتدخل، ولكن هناك حبيب لا زال على صدارة، حبيب على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا لسالم بن محمد بوثم العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، إدخان في المركز الثاني. ما هنا منصور بن محمد بمنصور سيف الخيارين، وياتي منبي من الجانب الآخر المبارك بن السيل بن حمد بن يطلع العامري، هو حبوب العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي من ياتينا هنا بهذه الانطلاقة. وشام 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 يتسلل من مركز إلى مركز لعبد الله بن الطير بن السيل العامري من ياتينا. هذا الانطلاقات والتحديات الجهة هنا الجميلة، ولكن هنا أموادع أموادع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان اللي اكتبي أيضا قادم في هذه اللحظات. الله الله، التحديات الأخيرة هنا ريبال ريبال عبد الله، هنا أيضا بانطلاقة عبد الله بن حمد بن نصرة العامري، ولكن إدخان من غير على الصدارة، إدخان على المقدمة على المركز الأول لمنصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا حبوب 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 علي بن راشد بن مفتاح الشامسي، وشوم وشام 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 هنا يتواجد بهذه الانطلاقة لعبد الله بالطير بن سهيل العامري، وموادع موادع السلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان اللي اكتبي يا الله. التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط يا سلام. التحدي الأخير، التحدي الأخير هنا حبوب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. وشام يحاول، ولكن حبوب على الصدارة على المقدمة، حبوب هنا العلي بن راشد بن مفتاح الشامسي على الصدارة على المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط من انطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. تهانينا قبل أسبوعين أيضا معلن الفوز ومعلن الناموس، تهانينا ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني موادع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، ويأتي وشام عبد الله بن طير بن سهيل العامري الربال من حل رابعا هنا بهذه الانطلاقة لعبد الله بن حمد أيضا بن نصرة العامري، وياتي ملبي هنا المبارك بن سهيل بن حمد بن يطمع العامري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، ونعود مشاهدينا الكرام. توقيت الزمني ولحظة الوصول هنا هنا حبوب، ولحظة وصوله هنا أيضا العلي بن راشد مفتاح الشامسي مسجلا توقيت زمني مقداره 13 دقيقة 4 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس. المركز الثاني موادع سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي، وقاطع المسافة في 13 دقيقة 4 ثواني جزئين من الثانية. المركز الثالث من وصل مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز هنا وشام ب 13 دقيقة 5 ثواني 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن الطير بن سهيل العامري، تهانينا والناموس، تهانينا للجميع، وإلى ملخص سباق صباح هذا اليوم.